مساء الامل والعمل عليكم مشاهدينا الكرام في كل مكان واهلا وسهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات برنامجنا عيش الشباب والنهارده في عيش الشباب برحب باحلى شباب شباب الاكاديميه المصريه للاعلام والتنميه ترحيب خاص بزمايلي الاعزاء اللي هيشاركوني النهارده في تقديم الحلقه اهلا بيك يا ياسر أهلاً واهلا بيك, بيك, بيك يا ايه واهلا بيك يا علي النهارده بيك يا جماعه عندنا موضوعات مهمه جدا ومتنوعه وبتهم الشوارع والبيوت المصريه النهارده هنتكلم عن الصحه الجسديه هنتكلم يا جماعه النهارده عن ازاي نعالج الغضاريف وعلاقتها بالقلب وايه هو الطب التقويمي وكمان قبل ما نبتدي آه الكلام في الفقره دي هنتكلم عن الرياضه الرياضه يا جماعه شيء مهم جدا لكن النهارده هنتكلم عن رياضه مختلفه شويه وهي رياضه الكيك بوكسنج والكونغ فو اللي هيكلمنا اكتر عنها هو زميلي ياسر بالظبط يا ندى احنا هنتكلم النهارده يا جماعه عن موضوع يهم كل الشباب هنتكلم عن الرياضه وهنتكلم عن نوع من انواع الرياضه وهي رياضه الدفاع عن النفس رياضه الكيك بوكسنج وهي لعبه نشات في امريكا الجنوبيه وهي لعبه بتعتمد على تسديد ضربات في نقاط الضعف في جسم الانسان عن طريق الايد او الركبه او الكوع وهيكون معانا النهارده بطل العالم كابتن اسلام نجيب حصل على بطوله العالم في الصين لسنه 2017 للكونفو وزي ما العقل السليم في الجسم السليم لازم نتكلم النهاردة عن كيفية المحافظة على مفاصلنا والغضاريف مع زميلي علي بالضبط زي ما, زي ما زميلي ياسر قال آه إن الـ الـ الغضاريف بالظبط طيب. هي ليها مهمه جدا بالنسبه طبعا للامراض التقويمي الطب التقويمي ده ليه مثلا زي مرض الغضاريف مرض الغضاريف ده يا جماعه عباره عن مثلا ايه شخص بيلعب كوره جرى مثلا عمل حركه جات له غضروف ممكن شخص كبير في السن شال حاجه شال حاجه عاليه تقيله عليه حصل له زي نظام ضغطه في ظهره غضروف مش بس الكبار السن او اللاعبين الكوره بس هم اللي بيحصل لهم امراض الغضروف ممكن كمان شخص عادي جدا عمل لنفسه ازمه او عمل لنفسه لودع في الشغل وحمل نفسه فوق طاقتها فيجي له مرض الغضروفي طب ده مقدور عليه لو مثلا شاب عنده 20 30 سنه وحتى 40 سنه نقدر نعمل له عمليات التقويم طب لو شخص كبير هو بس الغضروف بيأثر على الظهر ولا بيأثر على حركات العظام ولا بيأثر على حركه الجسم لا ده الغضروف كمان بيأثر على اللي أمر... علاقه بأمراض القلب كل ده هنعرفه في فقرتنا انا وزميلي علي مع الدكتور عمرو علاء اخصائي العلاج الطبيعي وامراض التقويم بالظبط يا آية وبعد ما تعرفنا على فقراتنا والنهاردة أنا متحمسة جدا يا جماعة على <applause> آه خلوني في البداية أشكر رئيس الأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية الإعلامي أحمد دياب مذيع برنامج مصر الأصل ما تروحوش في أي حتة وانتظرونا في أولى, حلقة في أولى فقراتنا